فضيلة الشيخ وفقكم الله، نصاب الزكاة الواجب كيف نقدره بالريال السعودي الآن؟ الأصل الفضة، الأصل الريال السعودي الفضة، الريال العربي السعودي 56 ريال، ريال الفضة الذي كان على عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، وينظر صرفه من الأوراق النقدية، يسأل الصيادلة كم يساوي، أو يسأل أهل السوق كم تساوي 56 ريال، كم تساوي من الأوراق النقدية، فما بلغت فهو نصاب الورقة. نعم.